طيب يعني كلنا هنتجنن. وبمناسبة الجنان، عندي تقرير مهم جدا عن مستشفى العباسية. ليه الناس المرضى بتوع مستشفى العباسية دول بعد ما بيخفوا على ذكر يعني اللي بيحصل عندنا، أهلهم ما بيردوش يستلموهم، وإيه المعاناة اللي بيعانيها مرضى هؤلاء المستشفى؟ هنشوفه في التقرير اللي جاي. غالباً ما يعاني المرضى النفسيين من نظرة المجتمع لهم وصعوبة اندماجهم داخله بعدما يتماثلوا في الشفاء. هذا ما أكده بعض الأطباء بمستشفى العباسية للصحة النفسية، حيث أكدوا وجود الكثير من الحالات التي تماثلت للشفاء لرفض الأهالي استلامهم على اعتبار أن المرض النفسي لا يمكن علاجه، أو حالات أخرى خرجت بالفعل وعادت مرة أخرى نتيجة سوء معاملة المحيطين بهم واتهامهم الدائم لهم بالجنون. أهالي المرضى هم مش متعاونين كفاية، يعني عندهم برضو الاستجمة بتاعت المستشفى العباسية، يعني وصمة المستشفى العباسية لسه بتطاردنا. بيقولوا ان يعني بيبقوا جايين عايزين يسيبوا، في منهم يعني بعض الاهالي عايزين يسيبوا المرضى ويمشوا، ما يسألوش عنهم ولا ياخدوهم، متخيلين ان هم خلاص دي يعني دار ايواء. انا هنا مدة 10 ممكن اخرج في اي وقت الواحد، بس المشكلة ان انا مش مجهز سكن، ولا مش مجهز شغل، ما حد يجي ياخدني بقى، ولا الدكتور الاستاذ خالد ياخدنا يوديني روحنا. ده اتحسنت. كنت زعلانه عشان اخويا الضابط مات، فكنت واختي عبله ماتت، وابويا مات بحادثه، كنت يعني زي ما كنت مكتئبه. جيت هنا يعني انسى، لو اروح البيت هفتكر، اعيش في الم يعني، وافتكر ان انا اهلي ماتوا. مش ربنا يخليه لي اخويا رئيس المهندسين في البحر الاحمر، وانا بحبه قوي قوي، واتمنى اشوفه كل شهر مره حتى زي ما هو عاوز. تعاملنا مع المرضى يخضع لقوانين صارمه جدا، يعني انا لا يجوز ليا ان انا اكتب علاج لمريض واعي ومستبصر غصب عنه، لازم افهمه ان انا كتبت له علاج ويكون هو موافق على العلاج ده. اصابه المريض في اي اسم باي خدش تسجل في تذكرته بظروفها اللي حصل بالظبط. احنا بنسال على المريض سؤال قاسي جدا، يعني احنا قانونا في المواضيع دي بنبقى يعني احنا بنخاف نقول لمريض معلش هات الكرسيات. بيبقى في كذا نشاط بنعمله في وحده التاهيل، منها العلاج بالموسيقى او العلاج بالرسم، وعلاج بالرسم ده من اهم حاجه بتتعمل فيها، لانه انا بهتم بيه كاخصائيه نفسيه، لانه بيبقى بيأدي انه بيقولوا حاجات ما بيتقولهاش الكلام. بلعب كره قدم وبينج بونج، بتعلم على الكمبيوتر، وبقرا في المكتبه كتب، وبرسم. كنت بروح تأهيل الاول وشغل رسم ورق قصص. اهم حاجه في حياتي الرسم، بعبر بيها عن اللي جوايا، يعني من غير ما اغش، من غير ما اكون معايا صور ولا جرانين. هوايتي انا باجي الرسم في التأهيل يعني وكده، بعبر عن موهبتي يعني وكده في الرسم، بس انا بحب الرسم وكده من صغري، فلو في حاجه غلط مثلا هم بيصححوها لي الاستاذ علي او الميس او اي حد. مصر فيها حاجات كتير غريبة وحاجات كتير حلوة ومناطق كتير احنا ناسينها ومحتاجين نفتكرها. بعد الفاصل، التحذير، أجراس الإنذار التي سندقها الآن في قانون تقسيم الدوائر، ومرة تانية أسامة الشاهد عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية هيفجر مفاجأة إنه في دوائر الناخبين فيها أكتر من عدد السكان، ويا للعجب. بعد الفصل.